نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا اولا على توفيقه لينا النهارده، وهارد لك لفرقه الاتحاد، فريق محترم مع جهاز محترم. الحمد لله ماتش صعب جدا، صعوبته جايه من ترتيب الجدول. فريق الاتحاد السكندري فريق من الفرق القويه جدا اللي في كل سنه في المرحله دي بيبقى مرشح. عندنا حاله كبيره جدا من حالات الاجهاد، قول زي ما انت عايز بقى، الاجهاد البدني والاجهاد الذهني، كل حاجه كل حاجه. بشكر لعيبه النهارده على ادائها وعلى انها لغايه اخر دقيقه قادره انها تحافظ على النتيجه. ماتش صعب ولكن 3 بونت مهمين جدا في ظل الضغط بتاع المباريات اللي احنا بنشهده دلوقتي. الحمد لله راضي جدا النهارده عن النتيجه، وبنسبه كبيره راضي عن الاداء الحمد لله. اقول لهم دايما لازم تبقى جاهز في كل الحالات، يعني احنا شغالين من فتره على فكره الروتيشن، ان في لعيبه بتبقى عارفه انها الماتش ده هتاخد جزء معين والماتش اللي بعديه هتريح، علشان نقدر يبقى في عندنا فكره ان الاستمراريه. مش عايز اقول لك احنا الفتره دي يكاد يكون شغلنا كله ريكفري، يعني كل 3 ايام ماتش. الامور صعبه وصعبه جدا، ولكن مجموعه الرجاله اللي معايا بصراحه مركزين جدا وعارفين هم عايزين ايه، والحمد لله يعني بنقدر نتعامل النهارده. في عندنا 2 لعيبه النهارده في بدايه الشوط الثاني النهارده بان عليهم الاجهاد بشكل كبير جدا، محمد عبد الله ويوسف عفيفي، والاثنين من العناصر الاساسيه المؤثره. يمكن الحمد لله بنقدر نتعامل مع الجزئيه دي بفكره ان احنا نكون مجهزين كل اللعيبه، كل اللعيبه بتبقى جاهزه علشان اللي الملعب يحتاجه يقدر ينزل ويؤدي المطلوب منه. احنا النهارده كان مكسب صعب بالنسبه لنا، وبالنسبه لنا احنا راجعين من خساره، بس النهارده احنا لمينا بعدنا كلاعيبه، وكابتن حسن لمينا واتكلمنا مع بعض، والحمد لله واضح يعني الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الملعب، ودايسين على بعض وكل واحد عايز يطلع احسن حاجه عنده، والحمد لله نتيجه ده 3 بونت النهارده. طبعا البطوله السنه دي مش زي السنه اللي فاتت خالص، السنه دي اصعب بكتير، بس احنا زي اي فرقه كل واحد بيبقى التارجت بتاعه يعني لو ناخد البطوله، واحنا السنه دي ممكن التوفيق ما كانش معانا يعني في الاول، بس احنا بنلم بعض واحنا راجعين بقوه. الحمد لله كان ماتش صعب من اول ما جبنا الجون، واحنا بدانا في الماتش ان احنا مضغوطين معظم الوقت. الشوط الاول قدرنا ان احنا نستحوذ على الكوره، قدرنا ان احنا نخلي الكوره معاهم ونجهدهم. نزلنا الشوط الثاني هم ضغطوا علينا جامد، فالدنيا بدات تتصعب علينا، بس الحمد لله يعني قدرنا نطلع بالكلين شيت. احنا امبارح في التراي ماتش اتكلمنا مع كابتن ابراهيم، وقلنا اصلا ان الفريق ده معظم لعب ان هو بيلعب لبره وبعد كده بيعلق الكره لجوه، فكان معظم شغلنا طول الاسبوع اللي فات ان احنا بنشتغل على الحاجات العاليه اللي بتبقى جوه، وان نطلع لم من ما بين المدافعين الحاجات اللي بتتلعب في ظهرهم. والحمد لله يعني كابتن ابراهيم من ساعه ما بقى معانا في الفريق وهو عامل معانا شغل كويس جدا. الشوط الاول الحمد لله كنا ماسكين كوره واستحوذنا، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا جون. الشوط الثاني الكابتن حسن كلمنا بين الشوطين وقال لنا لازم عشان نحافظ على المكسب لازم ندافع كويس. الحمد لله ربنا كرمنا على المكسب. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على الهدف، والحمد لله الماتش كان صعب بس احنا قدرنا نعدي منه الحمد لله. طبعا كابتن حسن من ساعه ما جه هو الحمد لله يعني بيديني وبشارك في اغلبيه الماتشات يعني الحمد لله، والحمد لله يعني يا رب ابقى قد الثقه دي الحمد لله. الماتش كان صعب قوي بالذات بعد ما جبنا الهدف، يعني هم هاجموا علينا شويه واحنا فضلنا واقفين تحت شويه، والحمد لله يعني عدت. احنا يعني عشان قلبنا كان على قلب بعض وبنلعب بروح الفانيلا الحمراء، فالحمد لله كسبنا. الحمد لله طبعا شرف لاي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي، والحمد لله على مباراه النهارده. كنا رجاله، كابتن حسن من اول الموسم شغال معانا شغل كويس، وهو اتكلم معانا قبل الماتش لان احنا جايين من خساره. احنا النادي الاهلي طبعا ما بنلعبش كده على المركز الاول، والمركز اللي احنا فيه ده طبعا ما يليقش بالنادي، بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في كل اللي جاي، ومساعده الجهاز الفني واللاعيبه الرجاله ان شاء الله.